اسكندرية ومطروح والبحيرة كمان، هتلاقي كاميرا بر مصر معاك، هننقل لكم بالصوت والصورة إنجازات وإرشادات وحكايات. مش بس كده، كمان أمال وطموحات وإرادة وتحديات، كل ده في بر مصر على قناة مصر الزراعية. ابقوا معنا وتابعونا. ابدأ بنفسك، بنقدم لك المعلومة والخبرة وكمان دراسة الجدوى من أجل مشروعات صغيرة وربحية كمان أكيدة لإثبات الذات وخير يعم على الجميع. كل الشباب وكل رباط البيوت تابعونا وابقوا معنا. مشاهدينا، هنتكلم دلوقتي عن تراث ارتبط بالمناسبات، والحقيقة ان هو له عشاء كتير جدا جدا جدا. العشاء دول بيحبوه، ويا سلام لو كان معاه حتة جبنة قديمة او شوية عسل اسود. بالظبط، هو الفطير المشلتت الفلاحي. لكن هل يا ترى كل ست بيت فكرت انها ممكن تعمل مشروع يجيب لها ربح اقتصادي عالي وبأبسط الامكانيات؟ حتى لو ما فكرتيش، تعالي نفكر معاكي النهاردة ازاي بالفعل ممكن تعملي مشروع صغير جدا ولكن يجيب لك ربح كبير. الكلام ده هنعرفه من الأستاذة فايزة الشربيني، مدير منطقة شمال البحيرة بمشروع الأنشطة الانتاجية. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. احنا دلوقتي بنخاطب ست البيت، عايزين نعرفها ازاي ممكن تبتدي مشروع صغير خالص بأقل الامكانيات، وتحديدا مشروع الفطير المشلتت. والله هي الامكانيات بسيطة جدا، بس طبعا لازم يبقى فيه تأسيس فرن، شوية صواني، طبلية بلدي كده اللي هي الخشب دي، وبدقيق وزبدة وزيت، بتقدر انها تعمل الفطير ده يعني بأقل الإمكانيات بتقدر تعمل حاجة زي كده. هي أكيد في بداية المشروع بتبقى مش عارفة تاخد الخطوات الأولى. خلينا نتكلم عن المكان أو الآليات أو الأجهزة اللي هي بتبقى محتاجاها. فرن وإيه تاني؟ يعني كلمينا كده عن الموضوع. الفرن اللي هو الفرن اللي المفروض ان هو بيكون فرن بلدي، بس حاليا بقى بيستعينوا بالفرن اللي هو العادي، فرن اللي هو الغاز العادي ده، وطبلية عادية، طبلية خشب، وصواني اللي بيتخبس فيها الفطير في الفرن. يعني إمكانيات بسيطة، كلها إمكانيات موجودة في البيت الست السيدة الريفية. يعني دي حاجات موجودة أصلا في بيتها. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم على سر الصنع، عشان بس مش الست البيت اللي في القرية تقدر تعمل الفطير، وهي ما شاء الله أستاذة في عمايل الفطير المشلتت الفلاح الجميل اللي كلنا بنحبه، ولكن عايزة حضرتك تقول لنا الموضوع بالتفصيل عشان كل ربة بيت حتى في المدن تقدر تعمله. طيب انا هتكلم على يعني مقادير الفطيره الواحده، وبالتالي هي تقيس عليها اي عدد فطير ست البيت تحب تزود. هي الفطيره الواحده بحوالي كيلو الا ربع دقيق، طبعا بتنخلها في المنخل بتاعها لتنقيه الدقيق طبعا من اي شوائب، وفي الطبق العجن اللي هي بتعجن فيه هي بتحط بقى الميه يعني على لحد ما العجينه تبقى مرنه في ايديها وتبقى سهله انها تتفرد على الطبليه او الترابيزه اللي اذا كانت في بيتها يعني ترابيزه وكده. وبتحط العجينه، وفي طبعا حاجه اسمها النشابه اللي هي الخشبه ديت، بقدر الامكان بتفرد بيها مره واثنين وثلاثه، وفي برضو حاجات كده برضو عند السيده الريفيه حاجه اسمها عجله كده بيفردوا برضو بيها العجين. لازم العجينه تتفرد كويس جدا علشان خاطر الفطير المشلتت بيبقى لازم يكون رقات، يعني بيفردوا ويفردوه وبعدين يرجعوا ويرجعوه تاني كده، وبطريقة يعني السيدة الريفية أستاذة فيها يعني، وتفرد العجينة تاني بقدر الإمكان، لازم تبقى خفيفة جدا علشان لما بعد كده بيحطوا عليها الزبدة ويتنوا جنب كده، وبعد كده يحطوا زبدة تانية وبعدين يتنوا الجنب التاني وهكذا، وهو الطبقات الكتيرة دي اللي بيكون بينها الزبدة أي نوع سمنة أو أي نوع زبدة، يعني دي اللي بتدي الطبقات الكتيرة للفطير المشلتت. تمام. هو من مميزات الفطير المشلتت لازم يكون طبقات رقات كتيرة من العجين، ولازم برضو كلها ما تكونش متلزقة في بعض، فعشان ما تلزقش في بعض فلازم بنعمل الزبدة أو السمنة دي في وسط بعد كده بتتلم الفطيرة، وبعدين بنحطها على بقى الترابيزة، بنقلبها بقى بنلمها كلها كده اخد بالك، وبعدين بنحطها على الترابيزة، بعد كده بنحاول نفردها بقدر الإمكان بعد ما بنقلبها. تمام.
بقدر الامكان، وبعدين نحطها في الصينيه اللي هي بتاعه الخبيز، ونحاول نفردها بقدر الامكان في الصينيه. وقبل ما ندخلها الفرن لازم طبقه قشطه، يعني شوية قشطة على حسب رغبة ست البيت، تفرد طبقة قشطة عليها وبتدخلها الفرن بعد كده، وبتسويها طبعا حسب رغبتها. في ناس تحبها مستوية قوي يعني متحمرة قوي الفطيرة، في ناس تحبها نص سوا على حسب رغبتها. ودي الخطوات، الخطوات سهلة وبسيطة، متهيالي أي ست بيت حتى لو كانت في المدينة أو في القرية بالفعل هتقدر تعملها. قولي لي، ارتبط تصنيع الفطير المشلت تحديدا بالمناسبات، ولا طول العام الناس بيبقى في طلب عليه؟ لا والله طول العام الناس بتطلبه واحنا بنعمله، يعني ملهوش مواعيد معينه. احنا في حاجات بس في المناسبات، بالنسبه لوحده المخبوزات عندنا هنا في المصنع، في مناسبات الاعياد مثلا بيطلبوا الكحك، البتفور، السابليه، غريبه، كل حاجات اللي هي العيد الصغير بس. يعني احنا عارفين ان هو دايما الناس بتحب تاكله مع الجبنه القريش ومع العسل الاسود، قولي لي الناس بتقبل اكتر، بتحب ايه اكتر ولا الاثنين؟ ما هو حسب رغبتهم بقى، في الجبنة القديمة، في الجبنة القريش، في العسل النحل، في العسل الأسود، يعني كل واحد حسب رغبته وحسب ما يحب يعني يأكله. لو فكرنا بدماغ ست البيت، هي ممكن تكلف الفطيرة قد ايه وممكن تكسب منها قد ايه؟ والله تكلفة الفطيرة يعني بالتقريب في حدود 9 أو 10 جنيه، طبعا برضو حسب نوع السمنة أو الزبدة اللي هي بتستخدمها. لو بتستخدم طبعا حاجة فلاحي أو حاجة بلدي، طبعا التكلفة بتاعتها بتوصل للمبلغ اللي أنا بقول عليه 9 أو 10 جنيه. لكن لو بسمنة عادية ممكن تبقى تكلفتها في حدود 5-6 جنيه. الفطيرة يعني بتروح حط عليها طبعا هامش ربح بسيط، عشان برضو الغاز، لو مواصلات بتوصلها الناس ولا حاجة، ويبقى الهامش بتاعها، هامش الربح بتاعها بيبقى مناسب ليها في حدود 7 جنيه أو 8 جنيه. الفطيرة تبيعها ب17 أو ب18 جنيه. فبالتالي يعني مثلا لو باعت 10 فطرات ولا حاجة وزعتهم على الناس في 7 جنيه أو 8 جنيه، 70 أو 80 جنيه في اليوم ممكن تحققوا ربح السيدة الريفية يعني. وعلى الرغم ان هي بره بتتباع ب30 أو ب35، فلكن هي بتعملها بجودة عالية جدا، ولكن يعني كتر في العدد عشان يكون عندها ربح اكتر. بالظبط كده. فكل ما عملت عدد اكتر، مع ان هامش الربح بسيط في كل فطيره، لكن طبعا ده بيسبب لها طبعا مكسب اكتر وشغل اكتر طبعاً. وبيكون ده طبعا افضل لها واحسن يعني. لو عايزه تقولي لها نصيحه بقى تقولي لها ايه؟ للسيده الريفيه يعني ان هي تبتدي المشروع، تاخد خطوه، ما تخافش من الخساره، الامكانيات بسيطه. لا، هي الامكانيات بسيطه، لان اصلا تاسيس المشروع للعمل الفطير المشلتت كل الاساسيات بتبقى موجوده في بيت السيده الريفيه. حتى في بيوتنا احنا برضو في المدن، كل يعني الصواني موجوده عندنا، الفرن موجوده عندنا، الترابيزه موجوده عندنا، فالاساسيات موجوده. فاللي بعد كده كله سهل، كلها بتبقى يعني فلوس خامات بس. دي زبده والميه موجوده، يعني حاجات، يعني المشروع بسيط جدا ومربح جدا. مشاهدينا في كل مكان، كاميرا بر مصر مع حضراتكم النهارده من داخل وحده التفريخ بمنطقه بنجر السكر بالقريه الثالثه. النهارده هنفكر مع كل الشباب ورباط البيوت والمربيين والمزارعين ازاي بالفعل ممكن يقدروا يبتدوا مشروع صغير يكون فيه وفره في الانتاج وكمان يحسنوا دخلهم. الكلام ده كله هنعرفه من المهندس إيهاب إبراهيم، مشرف وحدة التفريخ بمنطقة بنجر السكر. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. كلمنا دلوقتي عن مشروع صغير جدا، وإحنا ورانا وحدة تفريخ البط، فممكن أي ست بيت أو أي شاب يبتدي إزاي مشروع صغير يجلب عليه الخير؟ والله بالنسبة لربات البيوت أو أي شاب كده، ممكن ياخد البط زي ما إحنا شايفين كده، بياخده الأول في مرحلة اللي هي مش مرحلة عمر يوم، بيبدأ من مرحلة 21 يوم، لأن بتبقى بالنسبة له في مراحل تحصينات
هو ما بيبقاش ايه عنده الخلفيه والدرايه بيها. فبيفضل ان هو بياخدها في عمر 21 يوم. احنا بنطلعه هنا هو بيكون محصن اللي هو من اول عمر يوم لحد عمر 21 يوم بياخد المحصن التحصين بتاعه والفيتامين بتاعه والكميه بتاعت العلف بتاعته اللي هي بعد كده نوع العلف اللي بياخده. نوع العلف اللي بياخده عندنا احنا بيبدا بعلف فاجي. العلف الفاجي ده هو ايه اللي بيبدا ايه بيه الطائر في عمر يوم. طب قبل ما نخش بس استاذنك في موضوع العلف، عايزين نقول احنا ممكن نبتدي بكام راس عشان يكون بالفعل الموضوع مش مكلف قوي وفي نفس الوقت يدور الربح؟ والله هو بالنسبه له على حسب المكان بتاعه. هي المتر دايما لو عنده مثلا مساحه ولتكن مثلا 5 في 5 او مثلا 10 متر، هو المتر بياخد 10 بطاط. يعني المتر بياخد 10 بطاط ما بيزودش عن كده، عشان ايه؟ لازم بيبقى فيه براحه ومساحه ان البطه تقدر تاخد المجال بتاعها وفي نفس الوقت تدي ايه؟ تدي اوزان. فطبعا بيبدا بالعمر العشر ايام دولت العشر بطاط. لو مثلا هيبدا ب 10 بطاط او هيبدا ب 20 بطه او هيبدا ب 30 بطه من عمر 21، من عمر 21 يوم يفضل يعني بيكونوا واخدين التحصينات. وبعد كده بياخد العلف من عندكم؟ لا، العلف بقى ممكن بياخد من عندنا مثلا، من عندنا او من اي مكان تاني. هو العلف بيبقى ايه؟ طبعا بعد كده بيبقى العلف اللي موجود بعد كده علف نامي. هو البادي عندنا ده اللي هو بيبقى عمر الصغير ده بيبقى فيه برضك ليه بيبقى فيه ضد كوكسيديا وحاجات من ديت. بعد كده بيبقى فيه علف بقى ايه عشان يدي تحويل نسبه تحويل عاليه في في اللحم. ده اللي يفضل ان هو بياخده بعد كده العلف النامي البادي. طب احنا انواع الاعلاف ايه؟ هو علف بادي ده اللي هو بيبدا من اول عمر يوم لحد عمر 21 يوم. وبعد كده بيبدا علف نامي، لو علف نامي وبعد كده العلف الانتاجي. العلف النامي ده بياخده برضك حوالي فتره شهرين، شهر ونص. وكان العلف الانتاجي بقى اللي هو ايه كان بيدي بيض ولا حاجه، ده بيبقى في المراحل المتاخره. المربي بياخد البط في عمر 21 يوم بتكون واخده التحصينات، هل في تحصينات بعد كده ممكن يحتاجها البط؟ هي بيبقى حاجات بسيطه اللي بيحتاجها البط برضك، ده بيجي ايه بيستشيرنا مثلا لو حصل فيه اي حاجه ولا بتاع بيستشيرنا، واحنا طبعا اكيد بنديله ايه المعلومه وهو بياخد البط، بنديله المعلومه مثلا ايه فتره التحصين هياخدها ايه والحاجات اللي حاجات بسيطه. بتبقى ادويه كلها بتحط في الميه في ميه الشرب. فدي تبقى حاجات بسيطه، فاحنا بنقول له عليها مثلا ايه اللي تركيبتها ايه او انواعها ايه، ودي بنقول له عليها. حضرتك اتكلمت عن المساحه، هل في مواصفات ثانيه لمكان اسكان البط؟ اهم حاجه لازم يكون فيه التهويه، تهويه جيده وما يكونش مثلا معرض لتيار هواء. لازم التهويه والهواء اهم حاجه، يعني مثلا ايه ما يكونش معرض لتهويه مباشره او تيار هواء مباشر بحيث ان هو ايه ما ياثرش فيه، بيعملوا في مشاكل في الاجهزه التنفسيه بتاعته وفي نفس الوقت ايه بيأثر طبعا على اوزانه. احنا عارفين انواع البط ان هي كتير جدا، بس قولي اكتر الانواع اللي بيكون فيها ربح شويه، احنا عايزين نقول للناس اكتر حاجه بيبقى فيها انتاجيه اعلى. الانتاجيه الاعلى طبعا البط المسكوفي وبيليه البط الكامبل، ده بيبقى نسبه التحويل بتاعته دي نسبه عاليه جدا. البطه بتقف في حوالي 3 شهور بتوصل لايه ل 2 كيلو ونص او 3 كيلو الا ربع. دي بتوصل لايه دي احسن فتره بعد كده، يعني بعد ال 3 كيلو ونص او 2 كيلو ونص بعد 3 شهور بيبقى بقى العمليه ايه بتبدا بقى ايه مش غير اقتصاديه. يعني العلف اللي بياخده ما بيديش نسبه تحويل فبتبقى غير اقتصاديه. والله هو العائد الاقتصادي بنبدا مثلا ايه لو هنقوله ان هو سعر البطه لو هياخدها مثلا سي ب 8 جنيه او ب 10 جنيه على حسب سعر البطه. سعر البطه مثلا ايه بتتكلف لو هياخد مثلا 10 بطات فهتعمله حوالي 80 جنيه. ال 10 بطات دولت في خلال الثلاث شهور دولت ايه لكل كيلو لحم بياخده حوالي 2 كيلو ونص علف. تمام. كويس؟ عشان يوصل لمرحله ايه؟ البيع. ف بدي تتقسم بمراحل بحيث ان هو ايه ما يديهاش مثلا علف جزافي كده، بياخد مثلا علف ايه على مثلا كل يوم مثلا بيزيد المعدل مثلا ايه بيبقى مثلا 140 جرام للبطايه 200 جرام للبطايه بعد كده. فبياخد بقى ايه لحد ما بيوصل لسن اللي هو ايه وزن ال 2 كيلو ونص. ده بيبقى ده هو افضل حاجه ايه للوزن اللي هو وزن الذبيح. بعد كده العلف لو زاد عن اكتر من كده بيبقى غير اقتصادي. طبعا ايه ده بيدي ربحيه، لو احنا مثلا قلنا العلف مثلا بيتباع بتاع حوالي 3 جنيه ونص فبياخد له مثلا حوالي 7 جنيه مثلا علف مع 8 بطايه بتدي ايه وبتدي 2 كيلو ونص علف. طبعا الكيلو دلوقتي موجود مثلا ب 18 جنيه او ب 15 جنيه، فطبعا دي بتعمل له ايه الفرق ما بين دي ودي بيعمل له نسبه الربح بتاعته. تمام.
ايوه يا بلدي، بعرق ولادك وبشرتهم السمره وسواعد الخير والنماء. رايح او جاي، داخل او خارج من اسكندرية، هتلاقيهم واقفين لسان حالهم بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اعتمدنا عليك يا رب، شوية جوافة او عودين قصب والحمد لله والشكر لله. عرف بيك شحاد عباس. قولي، انا شايفة ان انت واقف على الطريق الزراعي وجنبك هنا في غيط، فايه العلاقه بقى؟ انت واقف ليه هنا؟ احنا بناخده ورزقين على الله، ما فيش على الدوله الزراعي، وبرضه رزقين على الله. طب قول لي، الناس هنا بتجيلك مثلا الصبح بالليل، ما بتبقاش واقف كده وقلقان برضه الوقت دلوقتي ما بقاش امان وانت واقف على الطريق الزراعي؟ لا، ما شفناش حد من دي، بكون امان. طبعا لما يجيبوها هنا من الساعه 7 الصبح اللي بعد النهار، ما فيش حدا من الكلام اللي انتوا شفتوه. طب وانت واقف كده جنب الغيط على طول، الناس بتيجي تقف تشتري من عندك عشان هم بيحسوا ان هم بياخدوا من الغيط على طول، مش كده؟ لا، احنا بنجمعهم من الغيط وبنحطها هنا، في زباين بتيجي على طول. قول لي بقى، مواصفات الجوافه الحلوه ايه؟ يعني الواحد ازاي يشتري جوافه يعني يعرف ان هي بجد معسله؟ شكلها ازاي؟ الجوافه الجوافه بتبقى جوافه نظيفه. بيضه بتبقى نظيفة حلو. بتبقى معسلة، ما فيهاش بقى أي حفرة، أي بقعة. ما فيش حاجة فرفوتش. طب قول لي، الناس هنا الموسم بقى بتاع الجواز، يعني الجوافة الشتوي ولا الجوافة الصيفي أحلى؟ هي النسبة الجوافة الشتوي أحسن. أحسن إنك ولا فيها زبابة ولا فيها غيرها. طب أنت بتبيع هنا بصراحة بقى، بتبيع هنا أرخص ولا السوق؟ إحنا زي البلد. قول لي، أنت بتجمع الجوافة منين؟ من الغيط. طب يلا نروح الغيط. السلام عليكم يا معلم فريد. قولي، احنا شايفين الفرشه بتاعتك كانت على الطريق، وبعدين قلت لنا ان هنا الغيط والارض بتاعتك، قولي بقى بتعمل ايه بالظبط؟ هنا الجوافه اهيت وبجمعها كده زي ما حضرتك شايفه كده، وبقطفها من الشجره وبحطها في الصندوق كده وبطلعها على السريع. ببيعها بالكيلو. ببيعها بالكيلو بكام بقى؟ قولي. يعني بيع اجتهادي كده، ممكن 4 ممكن 3 ممكن 2.5، يعني احلى بالزون والدم. انت بتجمع بالليل والصبح وبعدين بتبيع بعد الظهر مثلا ولا؟ لا، بطلع من هنا جي الساعه 7 من هنا، وعمل ما بطلع الساعه 7:30 وبفرش على السريع عادي، مفيش مشكله. ويعني بيعي كبير خالص، يعني المغرب وبلم من على الطريق، لان الجوافه ما فيهاش كتير يعني. بس الجوافه بيبقى طعمها احلى لما تاخدها كده من الغيط وتوديها للمشتري على طول، الزبون بيبقى عارفك وعارف طعم الحاجه، مش كده؟ طبعا بتبقى حاجه طازه لسه جايه من على الشجر وبتنباع على طول يعني ان شاء الله. يلا يا محلى العيش الفلاحي، في طعمه وفي شكله وريحته حتى لونه. في ناس كتير لسه متمسكة بحاجات زمان، زي كده الفرن اللي معمول من الطين والطوب، والولعة بتاعته من القلاحة بتاعت الذرة والخشب. الست المصرية وتحديدا الست الريفية، أول ما بتفتح عينيها بيبتدي اليوم، وأول ما بتغمض عينيها بينتهي اليوم. هي أساس المجتمع الريفي. تعالوا مع كاميرا بره مصر نعيش معاها يوم من أيامها، نعرف هي بتعمل إيه، بتعاني من إيه، بتحب إيه، وكمان
بتعيش ازاي في كل ثانية. اتعرف بيكي ست ام مجدي. اهلا بيكي يا ام مجدي، احنا موجودين معاكي النهارده وعايزين نتعلم منك خبيز العيش الفلاحي وطعمه الجميل. قولي لي بقى اول حاجه هنتكلم عنها هي العجينه. احنا دلوقتي عايزين نعلم كل ست بيت مصريه مش بس في الريف ازاي تقدر تعمل العيش الجميل ده. العجينه بقى كلمينا اول حاجه عن العجينه. بنحللوه ونعجنوه. يعني ايه نحللوه بقى؟ ما انت قولي لي واحده واحده. نحللوه من الرد من المنخل ده. وبعدين نعجنوه ونغطوه يخمر ونروح مقرصين كده وعجنين وخبزين. بيقعد قد ايه يخمر بقى؟ نص ساعه. بس ونروح شغالين بقى خبزين. طيب العجينه بتحطي عليها زيت سمنه؟ لا، بنحط له شويه ملح وبعد كده نقرصه بالزيت. وايه تاني؟ خميره. خميره ما بعد ما بيخمر. بعد كده انا شايفه ان انتوا بتفردوا العجينه مش كده؟ وبعدين ونحطها في الفرن ونخبزوها. طب بالظبط. طب قولي لي بقى احنا ده كده بالنسبه للعجينه، بس انا برضو عايزاكي ايه تشرحي لي العجينه بشكل اكبر من ناحيه ان هي مثلا بيبقى ليها سمك معين. انا بشوفها هي بتفردها بشكل معين عشان تبقى رفيعه بشكل معين. عشان ما تبقاش تخينه كده مع الدمها. تبقى مفروده وحلو. تمام. بس كده. ولازم تقعد تفرد فيها قد ايه؟ زي ما انت شايفه كده 5 دقايق ولا حاجه. لحد ما تتفرد خالص. طب بصي في ست يعني هي ما شاء الله عشان هي عندها خبره ما بتكلكعش منها، افردي بقى العجينه كلكعت تعمل ايه؟ هتهدها تاني وتعمل غيرها. بتبقى العجينه كده باظت؟ تعمل غيرها. تمام. وبعد كده بتبتدي ان انت تفرديها كده على البتاع الخشب اسمها ايه اللي هي دي الطبليه؟ لا ماشي الطبليه، لا دي بقى دي احنا عايزين المطرحه. دي المطرحه. بتدوري العيش عليها؟ العيش المصري. العيش المصري وده بالنشابه. ده بالنشابه. وبعد كده بتحطيه في الفرن. الفرن ده حكايه لوحده، يعني انا بحس ان سبحان الله بيبقى له طعم وريحه والعيش بيبقى مختلف كده خالص عن اي حته بره. قولي لي بقى كلميني عن الفرن. احنا عارفين ان هو من الطوب والطين وايه يعني. هو احسن من الغاز عشان حتى اي حاجه بالحميه احسن من الغاز. بس كده. وحطي يبقى دي اوالح الدوره دي عشان تبقى ايه بقى؟ عشان تولع. عشان تولع. طيب احنا اتعرف بيكي بقى عشان ايه تعلمينا اصول العيش صح. اتعرف بيكي. صباح. صباح. قولي لي في نوعين من العيش، النوع المصري والبطاطي، ايه الفرق؟ ايه بقى الفرق؟ ده بيبقى تخين تكبزيه كده من النشابه. وده بنعمله عجينته طريه نعمله بكتين المصري. تمام. طيب والفرق بقى بتستخدمي النشابه والتانيه؟ لا التاني بايديكي زي ما انت شفتيني وانا بخبز كده. لا قولي لي الفرق بالتفصيل كده عشان نعرف نتعلمه. بالتفصيل زي ما انت شفتيني وانا بخبز دون. هو ده تبطيطه بتحط على المطرحه وبتحطه في الفرن. ده تبطيطه كده من غير حاجه. تمام. وده كده بالنشابه ده النش اللي هو البطاطي ده. الطعم بيختلف بقى طبعا. مين احلى؟ انت بتحبي مين اكتر او الناس بتحبي مين اكتر هنا؟ هم الجماعه دول بيحبوا ده وانا بحب المصري. اشمعنى؟ طب مين بيبقى يعني التاني ما بيتسخنش قصدك بسهوله ولا ايه؟ مش بيتسخن بيبلوه. طب بتحبوه ليه بقى؟ ده عشان فتت اللبن. عشان ايه؟ فتت اللبن يعني. فتته في اللبن اللي هو المصري ولا الناشف ده؟ الناشف. عشان اللبن يعني فتته في الصبح. وده بنسخنه وناكله بيه بقى. ده حلو. طب قولي لي بقى انت بعد ما بتفردي العجينه، احنا عايزين زي ما احنا شفنا بالتفصيل بعد ما تفردي العجينه ده انا هو واحد هتعمليه ايه؟ زي ده؟ زي اللي هو ده ايه؟ ده بطاطس. يلا طب وريني. بتفرديه؟ وشوف انت صغير ازاي بفضل ابطط فيه لغايه ما يكبر زي ده. كده يعني. طب وانت برضو بتعملي اكلات تانية في الفرن ده؟ ايه برضو؟ البطاطا والبطاطس والرز والحاجات دي كلها؟ فراخ في الفرن كل حاجه في ده. طب ايه تاني بتعمليه في اليوم عندك غير الخبيز والعجين وكده؟ بتعملي ايه تاني في بتنزلي الغيط مثلا بتروحي في حته؟ ما بروحش الارض. بتبتدي يومك امتى؟ ببدا يومي الساعه 8 الصبح نفضل نروق بيتنا ونعمل شغلنا واكلنا. واليوم عندك بنتي الساعه كام بقى؟ بتخشي البيت وتنامي خلاص الساعه كام؟ انا شكلك بتسهري صح؟ بتنامي الساعه كام؟ بنام الساعه 8. حلو. ما انت يا دوب بتصحي الساعه 6 الصبح زي يعني كده. تمام قوي زي الفل. طب قولي انتوا بتفتوا العيش ده في اللبن وكده بتستخدموه مثلا في حاجه تانية؟ ممكن تعملي مثلا الفته ممكن ده ينفع تعملي عيش معمر؟ في الفرن.
في الفرن. لحمه عايزه تفتتي برضو، تعملي فته بتوم كده حلو كل حاجه، عايزه مثلا تبليه وتاكلي بيه عادي. عادي برضو يعني، ده ماشي عادي يعني. والطعمين بيبقوا حلوين مش كده؟ وانتوا بتبتدوا تحضروا بقى العجينه من امتى؟ يعني مثلا لازم تحضري العجينه من قبلها؟ ندخل الدقيق قبل منها بيوم، ونصبح الصبح بقى ايه الساعه 6 كده نغبز نعجن، ونخبز على الساعه 8 9. لازم قبلها بيوم عشان العجينه تخمر ولا عشان ايه؟ بناخد الدقيق ونحضره للصبح، عقبال ما نصحى الساعه 6 نعجنه، وعقبال ما يخمر نروحوا خبزين قاعدين كده زي ما احنا قاعدين كده ونبس. بصي هو على قد ما الموضوع جميل وانتوا بتقعدوا تتجمعوا وبتخبزوا، بس يعني مش بتشوفي برضو ان التعب بيبقى برضو من السخونيه والحاجات دي؟ انا بركز معاكي على الموضوع ده لانه في الصيف بيبقى صعب قوي. في الحر، انما في الشتاء بتتدفي. لا بس انا شايفه دلوقتي احنا في الشتاء برضو والهبو طالع علينا. والنار طالع علينا. لا عشان الجو هوا. قولي لي بقى لو انت عايزه تعملي وصفه سهله تعلمي الستات، قولي لنا بس المقادير بالظبط بقى، يعني قد ايه سمنه الرغيف الواحد ممكن ازاي الست تعمله، بس قولي لي المقادير بالظبط عشان كل ست بيت مصريه تشوفنا تعرف تعمل. هو بتعمل بملح وزيت بما دقيق خميره وبتاع ده شط ملح بس، مش بتحط له اي حاجه وميه. قولي لي المقادير بس، مقادير العجينه. حسب ما انت تعجني يعني، بتحط له ميه زي ما انت عايزاها تخين طري كده يعني، حسب ما كل بيت يعني. في النهاية يبقى اللقاء وحلقة جديدة وبر مصر.